تحية طيبة نقدم لكم أعزائي المتداولين معرض سكور جديد لسوق الفوركس. نواصل ومطلعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ننتظرنا في القريب العاجل. لم تتغير ديناميكيات في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع السابق، حيث استمرت مؤشرات الأسهم الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي بالارتفاع، إلى جانب عدم صدور بيانات اقتصادية هامة في يوم الاثنين. تراجعت مؤشرات الأسهم عقب ارتفاع أسبوعي القياسي خلال السنوات الخمسة الأخيرة. فلنتذكر بأن متوسط حركة داو جونز ارتفع في الأسبوع الفائت إلى 5.1% بسبب فوز دونالد ترامب. أخذ الربح في سوق الأسهم لم يؤثر على العملة الأمريكية والتي استمرت بالتعزز في يوم الاثنين، كما أنهى مؤشر الدولار الأمريكي في منطقة سوداء خلال معظم أيام الأسبوع الفائت. في يوم الثلاثاء تجاوز ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر التوقعات الأولية، في حين أن قراءة شهر سبتمبر تم تعديلها نحو الأعلى. كنتيجة أصبح ارتفاع أسابيع الثمانية الأخيرة لمبيعات التجزئة ارتفاع قياسي منذ بداية عام 2014. عقب ذلك قام مركز احتياطي الفيدرالي لأتلانتا بتعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نحو الأعلى في الربع الرابع إلى 3.3%. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية بسبب هذه الأخبار الإيجابية. في يوم الأربعاء تواجدت مؤشرات الأسهم في منطقة حمراء بسبب الإنتاج الصناعي المخيب للآمال ومؤشرات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر والتي جاءت أدنى من الترقبات. تراجعت فرص شهر ديسمبر لرفع أسعار الفائدة من 91% إلى 81%، ولكن استمر الدولار الأمريكي بالتقدم. في يوم الخميس ارتفعت معظم الأسواق الأمريكية عقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، حيث صرحت بتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى والتي أدت لارتفاع أسهم المصرفية. كانت بيانات الإسكان قوية عاملا إضافيا إيجابيا. تم تعديل توقعات نمو الأمريكية في الربع الرابع من عام 2016 إلى 3.6% عقب نمو 2.9% في الربع الثالث. لم تصدر في يوم الجمعة بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة. تراجعت مؤشرات الأسهم والتي أدت لتراجع النمو الأسبوعي، حيث استمر الدولار الأمريكي بالنمو. يثق المستثمرون بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسمبر والتي ستدفع من عبء الائتمان على الشركات الأمريكية. لا يستعجل المشاركون في السوق لشراء أسهم منتظرين برنامج اقتصادي الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، والذي وعد بخفض ضرائب الشركات في سياق حملته الانتخابية. في يوم الخميس الواقع 24 من شهر نوفمبر سيتم احتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية. ستصدر بيانات اقتصادية قوية في يوم الأربعاء والجمعة. في يوم الأربعاء ستصدر طلبيات السلع السنوية وبيانات سوق الإسكان ومؤشر ثقة جامعة ميشيغان، وستصدر نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوم الجمعة. ستصدر ميزان التجارة لشهر أكتوبر ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الجمعة أيضا. عموما هذا الاستقبال في المتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets.